اقلع اقلع يعني اقلع يا بس ما عنديش يا اخي اقلع كمك اقلع كم اليمين ولا الشلات الشمال الكم بس الدراع ده حاجة ولا ده مكان الشريحة ايه ده دكتور دكتور دراعي بينور ده هينفجر ولا ايه في حاجة يا دكتور انا دلوقتي نزلت شوية معلومات تقريبا ربع السجل المدني لمصر كلها قولي بقى امي اسمها ايه ام حضرتك اسمها ايه بص بعينيا وركز ارجوك قولي امي اسمها ايه نادية الأسواني؟ إيه ده؟ أنا ساكن فين؟ 18 شارع النغيري مصر الجديدة؟ ده وأنا الحلوة رقم بطاقتي إيه؟ 0117 يعني انا ابص في خلة اي حد اعرف منه اسمه امه ايه وعياله كده بالظبط كده يعني انا ممكن انزل اي حاجة من اي كمبيوتر في الدنيا للشريحة بتاعتي ده ما ينفعش ما ينفعش لسببين السبب الاولاني لو حملنا زيادة عن اللزوم على الشريحة ممكن تعمل عملية مسح عشوائي لأي حاجة في مخك عشان كده لازم أكون أنا المسيطر الوحيد على التحميل ده والسبب التاني وده الأهم حق الاختراع خليك دايما معايا في المتابعة متابعة وأنا هعمل معاك متابعة لو أنا هأحبل ولا إيه البس يصدر عرضك ما تقلقش عشان يبقى بنظام مضمون ايوه انا نزلت لك برنامج ويندوز بالكامل وشويه قوانين يساعدوك في شغلك وهنزل لك باقي السجل المدني كله بيتهالي كده كفايه النهارده ولو حسيت باي ربكه اتصل بيا فورا ايوه ربكه من انهي ناحيه بقى في الشريحه يعني ايوه هيحصل ايه يعني لو ضربت لخمه لو حصل اي مسحه كلمني على طول اكلم حضرتك ايوه و حضرتك اسمك ايه؟ أنا كنت متوقع السؤال ده بس مش لدرجة إنك تنسى اسمي شفت بقى لما حذرتك إن التحميل الزائد على الشريحة بتعمل مسح عشوائي خليك معايا في المتابعة اتفقنا؟ خلاص اتفقنا
ذاك عم حنفي. نعم. الله، مش عم حنفي المخبر برضو؟ انا لا اسمي حنفي ولا انا مخبر، انا شحات اداري وعلى باب الله. ده انا حتى ما اكلتش بقالي 3 ايام، وانت عارف يعني كده بقى. يعني كده بقى يعني حنفي بالروس عطيه، ساكن في 17 شارع المراحيض الدور التاسع، ومقبل في اسمه بلاد دكرور، رقم البطاقة 0-100-2-0-1. يا نهار اسود ولا المخبر هو اللي بلغ علينا. مخبرين خربطوها حتى 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 خربطوها حتى حتى. فرندا لنحن وصلين، والأكل في الزمان ده بسرعة بيسوي بيسوي بيسوي. عم فوزي عم فوزي عم فوزي عم فوزي، صباح الخير عم فوزي. صباح النور يا ابني. يلا لقمة لقمة هنية تكفي 300. نعرف ان انت وحداني في قلب المغاره اللي انت قاعد فيها دي. والله يا ابني بقالي اسبوع ما اكلتش. انت ولادك خلاص ما بيقولوش يسالوا عليك خالص كده، ولا تليفونات ولا اي حاجه؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، اطفح بالهنا والشفا. يا سبتي انت بتعمل ايه هنا يا راجل؟ مين الولاده دي؟ دي مراتك يا لمبي. يا راجل مرات انا؟ يا نهار اسود يا دكتور شواف اسمعني. أبا ما تسمع يا اسطى، انا مش فاهم حاجه من الانجليزي والترانسليشن بتاعك ده. بص انا لما حصل الموقف ده، ها، وعم فوزي اكد لي انها دي مراتك، والمصحف الشريف ان ما كنت مصدق ان دي مراتي، كان اول مره. لولا ان انا لميت الموضوع ولميت الربكه اللي حصلت في الحكايه يعني. طب الله يخليك، الموضوع ده هيحصل تاني يعني؟ ايه؟ لا بس بسيط هيبقى فيه يعني. لمبي يا لمبي. طب سلام انت بقى يا اسطى، سلام انت. ايه نوجع؟ ايه عايز اعيش ولا ايه؟ نسيت ده. ده بتاع ايه ده؟ مش شاركرين يا نوجع؟ يا اخي انت زهقتني وقلبت دماغي، قضيتك دي تيجي ايه جنب القواضي اللي الاستاذ مساكها؟ ده مفيش قضيه، اللهم صل على الاستاذ كده اهو. يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ، صباح الخير يا استاذ يا استاذ. صباح الخير يا استاذ. بطلوا بقى تسول بقى، عايز ايه؟ تسول ايه؟ انا اشرف يا استاذ. لا انا ايه اشرف؟ لا انزل بقى. حاجه غريبه قوي. اوعى الشنطه، اوعى الشنطه، مش اوعى انا ولا اعرف عمك. مين على كده؟ يا ولا اعرف انا باخدها. اوعى الشنطه. انا اشرف سكرتيرك. مالك؟ اشرف ايه؟ اشرف سكرتيرك. مالك يا استاذ؟ والله المؤاخذه يا اشرف. ازاي؟ الحمد لله يا اشرف. انت خضتني. معلش معلش، اصل انا الايام دي عمال انسى شويه حاجات كده، فرحت للدكتور فاداني دواء، فظهر الدواء ده فيه منسيات. يا حبيبي الف سلامه عليك. الله يخليك. احنا اوعى. خلاص خلاص افتكرتك. احنا بقى هنا جايين ليه؟ عشان قضيه. عشان قضيه انهون فيها؟ لا لا ما تقلقش، قضيه جديده. المصحف؟ ما تخافش، انا مكلم الاستاذ رافع المحامي، هو اللي هيترفع في المحكمه. ولا رافع المحامي ولا شاد المحامي، انا اللي هترفع. نعم؟ أنا اللي هقف في ساحة الفضاء العالي وأقوم بالمرافعات. يا ريت، إيه اللي غير رأيك كده؟ يا ده إحنا ليه عرقنا إحنا وشقانا يروحوا لبره؟ مش إحنا عرقنا إحنا أولى بيه؟
بدل ما تاخد 20 جنيه في ايدك مني كحيانه تروح قافش مني المياله وابنك اللي بيسهل بقى ده رزقه. ابني بيسهل وما بيسهلش، انت هتفضحني في الشارع. ما تشوف طب حل. المهم يلا، انت قلت لي انت مين؟ خدمتك ام احمد. طب عدى يا حاجه واعلن عن قدومي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا اهلا يا اهلا وسهلا بالاستاذ. يا اهلا وسهلا. يا اهلا، اتفضل اتفضل يا استاذ. يا اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ. الله اكبر الله اكبر. الاستاذ اشرف قال لي ما اطولش عليك لانك انت مشغول دايما، وقتك مش بتاعك. ده فعلا حاصل عندي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الراجل ده يا عم وايه خارج من حرب الاستنزاف ولا ليه؟ قال لي ايه؟ الله اكبر الله اكبر. حسيت ان لسه نازل من على خط ابو الليف. المتر بيزهق. شيء عادي يا عزب. في بدايه الموضوع نتعرف بالاسم ايه؟ معزوبك بيومي. طب حاج بيومي، ايه نوع القضيه؟ ابني متهم في قضيه اغتصاب. ومين اللي اغتصبه؟ لا يعني ايوه، ما انا فاهم يعني هو لان في الاغتصاب ده حد اتحمرش بيه؟ يعني كان اغتصام وحمرشه واتحمرشوا بيه، ولا هو يعني اتحمرشوا بيه كده بس وكده؟ لا، ابن متهم في قضيه اغتصاب. هو متهمينه في قضيه اغتصاب. وهل ذلك حصل فعلا جدا؟ لا، ده الاكبر ابن برقبتي، ده دور عاملاه البنت واهلها طمعانين في العز اللي انا فيه. عارف موقف الميكروباص اللي انا فيه ده؟ كله بتاعي. ايه البنت دي اسمها ايه اللي رنا بلاها عليه؟ نبيلة الحايح. رباعي يا حاج لو سمحت. نبيلة الحايح بهنسي جوهر. في نبيلة الحايح بهنسة جوهر عندها 67 سنة ومتجوزة 7 مرات ورمت جوازها من البلكونة. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه أكشف؟ أنت اللي إيه؟ أنت اللي إيه؟ اللهم صلي على حضرة النبي. أنت جبت المعلومات دي منين؟ إيه؟ أما بقى نبيلة الحايح اللي عليها العين والليلي دي ساكنة في 17 شارع السكاكيني الدور الخامس. مش سامعك كويس، بطل وشوش. ما انت بتتوشوش، مش سامع خير. ايه بتقول ايه؟ هكلمك بعدين، يلا باي. ارجو يا حاج ان انا ما اكونش قطعت عليكم الحموم الجماعي اللي انتوا فيه ده. لا يا ابني، احنا طول عمرنا ماشيين على كده. هو انا لسه كنت جاي لنبيلة في بستان. لا جاي ياخد كلمتين في القضية يعني. بحسب البستان. اصل سمعتها بوسة، انت فاكرني ايه؟ اصل انا شريفة وعفيفة وظريفة وشرفي بحب بالليفة. ابني كنت الليفة يا حاج حب يا جمل. ده انت عمك في قلب البيت رهوان. يا بنت خلصي التليفون اللي معاكي ده وشوفي الافوكاتو، يمكن نطلع منه بمصلحه. طب يلا بقى، باي باي. خلصنا افندم يا استاذ. والله انا بس فت ثواني ثواني ثواني. ازيك يا سعوده؟ ده سعد الصغير؟ لا 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 لا، ده سعد اخويا، اخويا انا. يا حبيبي. اكبر من الصغير ولا هو ايه؟ يا راجل لا 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 لا، دايما انت ظنك وحش يا راجل. ده ابن خالتي، ابن خالتي بالرضاعه يا سعد. طب يلا يلا اقفل، هكلمك بعدين. يلا باي باي. البلد كلها اخواتها بالرضاعه. منور يا حاج حجه. افندم يا استاذ خلصنا. اقول لك يا ست، انت اللي خلصيني بقى. بص يا ست، انا بس شفت ال ثواني. اوعي بقى ما تمشي بقى. انت رايح فين؟ اجيلك لما الشبكه تقع. طب انت كنت عايز ايه؟ لا خلاص، نتقابل في الجلسه. باي.